بدأ نظام الحياة يستكمل حينما تهيأت حواء لتستقبل أولادها أول زهر تفتح في رياض الإنسانية وأول نفحة من نفحات البشرية، وبهم تأنس وتسعد مع زوجها آدم. وقد كان شديدي الحب والشغف أن يريا فلذات أكبادهما على ظهر البسيطة، فتمتلئ جوانب الأرض بنسلهما يمشون في مناكبها ويأكلون من رزق الله. ولقد كان آدم حفيا بأبنائه وحواء مستبشرة بقدومهم، رغم ما قاست من أهوال وآلام هي لزام على الأم دائما في مثل هذه الحال، إلا أنها لا تلبث حتى تنشئ برخاء العطف والحنان، فإذا هي قريرة العين باردة الفؤاد. وضعت حواء توأمين، قابيل وأخته وهابيل وأخته، وشب الإخوة في رعاية الأبوين حتى ملأتهم نضارة الحياة وقوة الشباب، فنزعت البنتان إلى منازع النساء، وانبعث الولدان يضربان في الأرض كسبا للرزق وابتغاء للخير. فكان قابيل من زراع الأرض، وكان أخوه من رعاة الأغنام، وانتشر رواق السلام والأمان على هذه الأسرة السعيدة الطاهرة. وعلى امتداد الزمن وتتابع فسحة الأجل، قويت في كلا الفتيين غريزة الرجولة، ومال كل منهما إلى أن تكون له زوجة ليسكن إليها ويطمئن بصحبتها، وتعلقت نفسه بذلك الأمل الحلو المعسول، وراحت تتفقده وتتلمس كل سبيل حتى تصل إليه. وإرادة الله جلت حكمته قضت منذ الأزل أن يمتحن بنو آدم على ظهر البسيطة، فيكثر المال والبنون وتأخذ الأرض بهجتها وتزين، كما جرى القدر ألا يكون الناس أمة واحدة، بل لا بد من التكاثر والتباين في الرأي والمنزع والنوع والخلقة والسعادة والشقاء. فأوحى الله تعالى إلى أبي البشرية أن يزوج كل فتى من فتيه بتوأم أخيه، فهذا أفضى آدم إلى أبنائه راجيا أن يكون قوله الفصل، ولولا جموح النفس البشرية وانصياقها إلى مهاوي البوار والخسران لكان للأب ما تمنى. والغريزة الإنسانية قوامها الحرص والطمع، فمن كبح جماح شهوته وكسر حدة سطوته وجعل لعقله سلطانا على هواه، فأولئك هم الذين أكرمهم الله في الدنيا والآخرة. وأما من ترخص لشهواته وانفلت من عقله زمام هواه فهو من الأخسرين أعمالا، الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا. ذلك محك الطبيعة الإنسانية وممتحن النفس البشرية في الأرض. بعد أن أصر آدم بمكنون صدره إلى ابنيه ثار قابيل ولم ينزل على إرادة أبيه، لأن نصيبه أقل جمالا من نصيب أخيه، ولم يرضى بالقسمة وودى لو تكون توأمته من نصيبه دون أخيه. وكان الجمال الخلقي وما زال ريحا هوجاء تتقاذف النفس البشرية وقد توردها موارد الحتف والهلاك. كان الجمال سببا للشقاق والحفيظة بين الأخوين، فجمح أحدهما عن طاعة أبيه ونقض ما كان قد أبرم وفصم ما كان قد أحكم. هبت على الأب رياح عاصفة ما دارت يوما في خلده ولا حسبانه، وتوزعت نفسه بين رغبة ابنيه والإبقاء على السلام بينهما والأمان، إلا أن هداه الله إلى مخرج يسد به مهب الريح، فطلب إليهما أن يقرب كلاهما قربانا إلى الله، فأيهما تقبل قربانه كان أحق بما اشتهى وأراد. فقدم هابيل جملا من أنعامه، وقدم قابيل قمحا من زراعته، وكل منهما يترقرق في صدره فيض الأمل راجيا أن يظفر بقصب السبق وأن يحوز أعواد الرهان. وكان هابيل موفور الحظ موفق الخطوات، فتقبل قربانه ولم يتقبل قربان أخيه، لأنه لم ينزل على حكم أبيه ولم يخلص النية في قربانه. بعد ذلك سقط في يد قابيل إذ انطفأ أمله وراح ضحية الحقد، وانبعثت شروره وامتدت نوازيه، فتوعد أخاه
وقال: لأقتلنك حتى لا أصاحبك شقيا وأنت سعيد، ولا أواخيك مبسوط الأمل وأنا مضطهد العاطفة كاسف البال. فقال هابيل لأخي والحسرة تقطع فؤاده: كان أولى لك يا أخي ثم أولى أن تتعرف موضع الداء فتحسمه، وأن تتحرى مسالك السلام فتنبعث إليها، لأن الله لا يتقبل إلا من المتقين. وكان هابيل رجلا رزقه الله بسطة في العقل والجسم، من الذين حملوا الأمانة فصانوها، ووهبوا الحكمة فأجلوها، يؤثر رضا الله ويتعشق طاعة الأبوين، ويرضى بقسمة ربه، ويرى أن الحياة متاع زائل وعرض حائل. وكان شديد الإشفاق على أخيه، دائما النصح له، وكان كذلك يرى في نفسه قوة من قوة الله، فما يديره تهديد قابيل وهو غر مفتون ذو أثرة وذو عصيان. طرق المقادير تجري في أعنتها، وما تعلقت مشيئته بسوء لأخيه، ولا اختلجت نفسه بأذى، لأن الله الذي خلق الطهارة طبعه عليها يوم طبع، فهو يخاف الله رب العالمين. اتجه بعد ذلك هابيل بالنصح إلى أخيه، عل كلماته يكون فيها الشفاء فتنزع داء الحقد من قلب أخيه. لم تكن الأخوة شفيعة أمام ذلك الحقد المتقد في صدر قابيل، ولم يكن مبعث الحنو والرحمة والعطف ليهدئ من ثورة ذلك البركان الثائر، ولم تكن مخافة الله ولا رعاية حقوق الأبوين رادعة لتلك النفس التي كانت أول من أجرم على ظهرا بسيطة من الناس. في ساعة من ساعات الفلك الدائر وقعت الواقعة، راح هابيل قتيلا بيد أخيه، فريسة الحمق والجهالة والغرام. طفأ مصباح الأخ النضير وغاب عن الأفق الذي كان يطالع آباه فيه، فاستوحش آدم وراح يتفقد ابنه هابيل علّه يهدئ شوقه بخبر. فسأل قابيل عن أخيه، فرد ردا ملأه الخفة والطيش، وقال: ما كنت عليه وكيلا أو راعيا وحفيظا، ولكن آدم عرف بعد أن ابنه قد قتل، فسكت على هم، وكبت في نفسه تلك الشعلة التي هاجت حزنا على فقيده وإشفاقا على أخيه. ولقد كان هابيل أول من قتل على ظهر الأرض، وما عرف قابيل كيف يواري جثة أخيه، فحمله في جراب على ظهره، وظل مضطربا حائرا قلق النفس ملتاع الفؤاد. كيف لا وقد غدت نفسه ميدانا تختصم فيه الحفيظة والعاطفة، فبات معذبا ناب المضجع موسد الهم والحزن والعار. هنا لابد أن تهبط رحمة الله رعاية لحق تلك الجثة الطاهرة، وسنا بدستور الخليقة، وإبقاء على كرامة آدم وولديه. وهنا كذلك لابد أن يكون درس قاس يتلقاه ذلك الغر المأفون، وما هو بأهل لوحي الله ولا لإلهام الله، بل لابد أن يكون تلميذا للغراب يتضاءل فهمه أمام حنكة ذلك الحيوان الأسود الضعيف، وتفني شخصيته بعد ذلك الدرس الذي يتلقاه ذليلا صغيرا النفس معذب الفؤاد. بعث الله غرابين فاقتتلا، فقتل أحدهما صاحبه، ثم حفر له بمنقاره ووارى جثته تحت التراب. هنا استشعر قابيل الندم والحسرة، فقال: يا ويلتى، أعجزت أن أكون مثل هذا الغراب فأواري سوءة أخي؟ اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما، رزقنا الله وإياكم الإخلاص في القول والعمل. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.